كده نكون وصلنا مع بعض لفقرة الريد كاربت واللي بنعمل فيها سبوت على أهم المهرجانات وافتتاحات الأفلام. وأول خبر معانا النهاردة فقرة الريد كاربت هو عن افتتاح فيلم Age of Tomorrow اللي حاليا بتتعمله دعاية كبيرة جدا في أمريكا وأوروبا وجميع أنحاء العالم، واللي بيقوم أبطاله حاليا بجولة ترويجية للفيلم بالتزامن مع الحملة الدعائية القوية للفيلم. تعالوا مع بعض نتابع ريبورت ده. أقيم مؤخرا العرض الخاص لفيلم Age of Tomorrow من خلال جولة ترويجية للفيلم قام بها أبطال الفيلم في عدد من الدول منها فرنسا وكمان نيويورك. Hello Paris, just landed from London and I'm on my way to Champs-Élysées. I'm looking forward to it. I'll see you there for our second premiere of the day. And here we are, Winston Pusey just arrived on the red carpet. You can see him signing autograph. Some people waited here since 8 a.m. this morning and they waited to see the biggest star in the world. Now we've had this conversation. What day is it? Judgment Day. You just came in with the fresh recruits. This is not the end. The invasion will fail. Along with every soldier you are sending, we lose everything. Come find me when you wake up. You do know what's happening to me. What happened to you happened to me. You hijacked their power. I need your help. With what exactly? Winning the war. We can do this. Just come here every day and I'll train you. This is not no matter what I do, it's as far as you go. Why does it matter what happens to me? I'm not a soldier. Of course you're not. You're a weapon. كمان أقيم العرض الخاص لفيلم النجمة أنجلينا جولي الجديد ماليفيسنت، واللي أقيم مؤخرا بحضور أبطاله النجمة آل فانينج والنجم تشارلوت كوبلي، واللي كانوا محط الاهتمام عدسات المصورين هما والنجمة أنجلينا جولي اللي وصلت مع زوجها النجم براد بيت لحفل الافتتاح. تعالوا مع بعض نتابع الريبورت ده. Angelina, to your left, please. Eyes to your left, please, guys. Angelina, eyes. Eyes looking all the way around. Brilliant. Guys, to your left, please. Eyes to your far left, please. Angelina, right to the left, please. أقيم مؤخرا العرض الخاص لفيلم النجمة أنجلينا جولي ماليفيسنت اللي أقيم في هوليوود، واللي تألقت فيه النجمة أنجلينا جولي بفستان من الجلد الأسود من تصميم بيوت أزياء شانيل والمستوحى من شخصية ماليفيسنت الملكة الشريرة. رافق أنجلينا على الريد كاربت براد بيت اللي ظهر بجانبها، واللي كانوا محط أنظار لعدسات المصورين على الريد كاربت. أيضا ظهرت آل فانينج متألقة في إحدى تصميمات المصمم اللبناني إلي صعب، واللي لقت استقبال حافل من الموجودين على الريد كاربت مع أبطال الفيلم. فيلم ماليفيسنت من إخراج المخرج روبرت سترومبرغ، وهو قصة بتدور أحداثها في جو من الفانتازيا حول قصة الجمال النائم بمعالجة من وجهة نظر الملكة الشريرة ماليفيسنت، وهي من أشهر كلاسيكيات ديزني. There is an evil in this world. And I cannot keep you from it. Do
Disney's greatest villain. Comes to life. How wonderful. Maleficent. مكملين معاكم فقرة الريد كاربت بريبورت عن احتفال النجمة الكبيرة سالي فيلد بنجمة على ممر ممشى مشاهير هوليوود في احتفالية كبيرة بوجود عدد من أصدقائها وعائلتها. حملت النجمة رقم 2524 على ممر الممشى والتكريم جه بالتزامن مع عرض فيلمها الجديد The Amazing Spider-Man 2. تعالوا مع بعض نشوف الريبورت ده. احتفلت الممثلة الأمريكية سالي فيلد مؤخرا بحصولها على نجمة بممر ممشى مشاهير هوليوود وسط تواجد صديقتها المقربة النجمة القديرة جين فوندا وعدد من أصدقائها وعائلتها. حملت النجمة التي حصلت عليها النجمة صاحبة المسيرة الفنية الطويلة 2524 على ممر الممشى. ألقت فيلد كلمة مؤثرة خلال الاحتفال حيث قالت 50 عام مرت على مشواري الفني، منذ بدأت هذه الرحلة كان عمري 17 عام. وأضافت النجمة صاحبة 67 عام: لقد استفدت كثيرا من نجاحاتي وحاولت التعلم من فشلي. ويذكر أن سالي فيلد حصدت جائزتين أوسكار، الأولى كانت عام 1980 كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم نورما راي، وحصدت أيضا جائزة أوسكار ثانية عن دورها في فيلم Places in the Heart. كمان حصدت فيلد ترشيح لأحسن ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم السيرة الذاتية لينكولن عام 2012. وإليكم بعض المشاهد التي لا تنسى من مشوار سالي فيلد وأجمل أعمالها. Can you hear me? Barely breathing. As you pass me by, you're an angel with a body. Got me crazy without even trying. I'm a mess. I'm a wreck. No one makes me feel like this. Beautiful girl. ومن هوليوود بنروح سريعا لتركيا، وبدأت الفنانة التركية توبا بويوكستن المعروفة في الوطن العربي بلاميس عملها كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف، وده بعد إعلان المنظمة انضمامها ليهم. وقامت توبا في أول مهمة ليها بزيارة مدرسة أنشأتها المنظمة للاجئين السوريين، واللي قابلت من خلالها توبا عدد من الأطفال اللي علمتهم إزاي يستفيدوا من وقتهم، وقامت كمان بتوزيع الهدايا المقدمة من منظمة اليونيسيف. قام الممثل التركي بوراك أوزجفت المعروف عربيا بشخصية بالي بيك في مسلسل حريم السلطان بعمل شركة إنتاج خاصة بيه، واللي هتكون أول إنتاجاتها فيلم من بطولة ملك الجمال تركيا لعام 2014 أمنا جولشن، واللي هيبدأ إنتاجه بوراك خلال شهر يوليو. ومن تركيا سريعا بنروح للعالم العربي، وفقرة بالعربي هنروح معاكم للمغرب ومهرجان موازين اللي بدأت فعاليات الدورة رقم 13 منه، واللي بيجمع ألمع المطربين على مستوى العالم، واللي بدأت فعالياته في 30 مايو بحفلة للنجم جاستن تيمبرليك بالإضافة لنجمة R&B أليشا كيز، واللي اختتمت فعاليات الدورة يوم 7 يونيو بالإضافة للنجم ريكي مارتن اللي غنى برضو ضمن فعاليات المهرجان. أما النجوم العرب اللي قاموا بالغناء في المهرجان كان في مقدمتهم النجمة نانسي عجرم ووائل جسار وكاظم الساهر وكارول سماحة، وده في غياب تام للنجوم المصريين السنة دي. وصل صوتك. Dreams on, looking pretty. No
يا قلبي ما نسيت وعم نكذب